لماذا لا يشكل يعني جبهة دولية للضغط على الأوروبيين من أجل الدفع في اتجاه محكمة الجناية الدولية؟ إذا لم تقم الحكومة اليمنية بهذا الدور، نحن كمكونات المجتمع المدني، نحن كحقوقيين، نحن كمنظمات ومعنا سياسيين كذلك، يمكن أن نقوم بهذا الضغط. والبرلمان الأوروبي متجاوب، استجاب لنا في العديد من القضايا في الملفات عدة، تجاوب معنا البرلمان الأوروبي. أكيد أن هناك مجالات ومناخات واسعة للعمل، فقط تنسيق الجهود وتوحيدها ويعني طرق الباب الذي ينبغي أن يطرق في الوقت الذي ينبغي فيه أن يطرق، فأكيد أننا سنجد سبيلا إلى محكمة الجناية الدولية، لأنها هي الجهة الوحيدة، الجهة العقابية الوحيدة التي تؤلم هي محكمة الجناية الدولية. نعم. غيرها يبقى جهاز ضغط. ما نقوم به مع الأمم المتحدة هي جهاز ضغط ليست إلا. أما الجناية الدولية فهي جهة مؤلمة وتنبغي تتطلب النفس الطويل.